موضوعنا النهاردة عن ازاي احول حسابي على تطبيق ريدز من عام لخاص. تابع معي. السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي، قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هنحول حسابنا على تطبيق ريدز من عام لخاص، بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل اللايك للفيديو ده، ولو اول مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك. وطبعا بما اننا بنعمل اي فيديو بيطلب مننا، فلو عندك اي سؤال اكتب في التعليقات وانا هرد عليك. ويلا بينا، ولازم تعمل لي اشتراك علشان يوصلك الاشعارات اللي بعملها على تطبيق ريدز. هنروح مع بعض كده على التطبيق، نفتح التطبيق بالشكل ده. كل عليا ان انا بروح على حاجه اسمها ملفي، بضغط عليها، ومن هنا بروح على الثلاث شرط الاعلى بضغط عليهم بالشكل ده. ببدا ان انا انزل بروح على حاجه اسمها الخصوصيه والامان، بختارها. طبعا هنا حساب خاص، حسابك الخاص ده انت بس اللي تقدر ان حد شخص بيعمل لك متابعه. طبعا ما بيشوفش اي حاجه عندك على الحساب، بيبقى الحساب بتاعك خاص، بيتكتب كده في الحساب بتاعك. اول ما بيدخل عليه اي متابع بيدخل على الحساب بتاعك ما عدا الاصدقاء. الاصدقاء طبعا اللي بيشوفوا عندك كل حاجه، اما شخص غريب دخل على الحساب ما يقدرش يشوف اي حاجه، وبيبعت لك طلب المتابعه وانت بس اللي تقدر توافق عليه. بيجي لك بقى موافقه، تقدر انت توافق على الطلب ده، وبتشوف كل الاشخاص اللي بيبعتوا لك. مين الاشخاص اللي بعتوا لك؟ ما يقدرش حد يعمل لك متابعه من غير اذنك، لازم باذنك بيعمل لك متابعه وانت اللي بتوافق عليه. طبعا بيقول لك هنا ما عدا المتابعين الموجودين دلوقتي في الحساب. فطبعا احنا بنضغط على حساب خاص وبفعل الاختيار ده بالشكل ده. انا كده فعلت الاختيار ان حسابي يكون خاص على تطبيق ريدز، وبس كده. يا ريت لو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.